والمقابله ديال الرجاء البيضاوي كما كنشوفوا على الورق دائما فريق كبير كيكون مرشح للفوز، ولكن على رقعة الميدان كتكون ثاني حاجه اخرى. وبالنسبه للرجاء نقدر نقول لك هذا العام نتائج متذبذبه، رئيس غير ماشي في المستوى، طموحات الجماهير اللي كتنتظر نتائج ايجابيه، اللاعبين ماشي شي لاعبين في المستوى الكبير، وبغى ياخذ ديك الطريقه ديال اوسكار يجيبها الدراري من دوزيام ديفيزيون، دي الدراري من كما كنقولوا حنا يجيب نقشاوش بابا عيسو، هو صيفط الدراري اللي مزيانين صيفط نسرحهم وكيقولوا في الكراسيه، وبينهم اللي هما طوموبيلات وطيارات. الله يهدي ما خلق وصار. لحد الساعه ما كاينش اي شي انسجام اللي ملحوظ، اللي كنشوفوا التشكيله ديال الفرقه راه غاده من دوره لدوره كتحسن، كنشوفوها من اسوء لاسوء. وهادشي راجع للمكتب المسير وراجع للرئيس، يعني هما اللي خصهم يجيبوا دراري في المستوى كما كانت الرجاء. الرجاء راه فرقه كبيره وماشي اي واحد يجي يشدها. البنزرتي ما عندوش عقل، جات اذا هضرتي على البنزرتي كان مدرب من المستوى الكبير، ولكن بالنسبه للعقليه دابا ديال هاد اللعابه ديال دابا ما غاديش تندمج مع العقليه ديالو. السيد غادي يشدو فيه امراض، نقدر نقولو فيه السكر، فيه هادي فيه هادي، يعني غادي يكون ما يكونش انسان مزاجي. اللهم كنشوفو دابا اطار وطنيه بحال الكراكي بحال عموته، يعني مدربين باقيين ناضجين، كاين ابو شروان، كاين اللي السبعي، عطا الله المدربين ناخذوا ابناء الفرقه، وهما اللي هما اللي كانوا خويريه، وهما اللي كانوا لا، علاش ما نجيبوش السبري؟ السبري لعب في الانجليز، لعب في المنتخب، لعب في الرجاء، لعب في فرق اوروبيه، يعني عنده خبره لا في الميادين لا في الملاعب لا في. انا كنقول اللهم ابن الفرقه، اعطي الفرقه، ماشي نجيب انايا واحد نخسر عليه الملاير وفي الاخر ما كاينش نتائج. ان شاء الله حتى الرجاء تربح ان شاء الله بشي 2-0. والتوقع ديالك الأخيرة في الكاف، يعني شنا واحد التحسن من غير المباريات اللي كانوا ديال البطولة، شنا واحد التحسن من الأول لحد الآن، ملي شنا ديك جوج انتصارات الأخيرة نقدروا نقولوا ما شناش شي حاجة، ما شناش الراشد بصح ما شناش، ولكن نقدروا نقولوا أن غادي يكون رجالة ودي عارفوا اللي خصنا شي لقب، خصنا شي لقب ولا الرجاء البيضاوي غدا غادي ينتصر بواحد الفارق كبير، وحنا مآمنين بلي هذا الماتش ان شاء الله غادي يرجعوا مورا الماتش اللي كانوا يلعبوا مع خويا ان شاء الله غادي يربحوا بواحد الفارق كبير، ومع محدوم يلا رجعوا في الماتش اللي قبل ديال الماتش اللي قبل ديال كاس افريقيا، بقى عندنا واحد الروح، بقى عندنا واحد القتاليه، غادي نرجعوا ان شاء الله وغادي ننتصر. واش باقي خصو شويه الوقت، خصنا ضروري نعطيو واحد الوقت فين انه يقدر يبرز المواهب ديالو، وحنا على ثقه تامه انه ان شاء الله غادي ينجح والرجاء غادي يخرج من الازمه ديالو وغادي ينتصر. كان واحد اللاعبين اللي خصهم يلتزموا معنا، باقي ما بغاوش يشدوا معنا الطريق بدون ذكر الاسماء، الجميع غيكون عارفهم وحتى حنا عارفينهم وانت عارفهم، دونك يشدوا معنا الطريق، راح الرجاء فوقهم وفوق اي واحد. حنا متفائلين بالفوز ان شاء الله، ولكن كاينين بزاف ديال الشكوك اللي خلقوا النتائج ديال الفرقه لحد الان في البطوله، اربعه الماتشات ما ربحنا حتى شي ماتش، وكاين شكوك خلقينا عاوتاني المستوى ديال بعض اللاعبين اللي الجمهور كامل عارفهم. بانت في الماتش ديال المحمديه شفنا الرجاء اخيرا شحال هذه لعب بالهويه ديالها ضريبه حكام الجده. هادشي علاش خاصنا نربحو هاد الماتش باش نمشيو للديربي المعنويات مرتفعة، إلا ربحنا في البطولة غنمشيو للديربي، ما كنظن بلي غتكون الحالة النفسية ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.